مساكم الله بالخير مشاهدين الكرام، حيكم مجددا في برنامج الصندوق الأسود. حوارنا لا زال مستمر مع ضيفنا عضو التيار التقدمي السيد أحمد لدين. مساك الله بالخير أبو فهد. مساء النور. أنا مثلا وصلنا الآن في سياق الحديث معاك إلى سنة 90 وتحديدا الغزو العراقي على الكويت. أنا الحقيقة في فترة الغزو تميت فترة اختفي وأرد البيت. إحنا صمدنا طول المدة. في الأيام الأولى اختفيت في عند بيت صديق في مشرف قرب بيتي، ولاحقا في ليلة 24 على 25 ديسمبر بعد الإفراج عن أحمد إبداح علمت أن هنالك كمين يدبر لاعتقالي في البيت. وكنت وقتها أنا حاضر اجتماع للقوى السياسية في بيت محمد الغديري في سلوى، فيو الرفاق أبو ناصر عمار العجمي وعبد الله دغيشم وجلال السهلي وبلغوني باللي صار، وتم الاتفاق أن ينقلون عائلتي فورا إلى مخبأهم في هدية عند بيت أبو ناصر، وأن أنتقل أنا إلى هناك. فتركنا البيت وقعدت هدية إلى يوم التحرير. شنو كان دور اليسار خلال فترة الغزو داخل الكويت؟ طبعاً لما صار الغزو لا شك أنه كان صدمة لنا يعني كويتيين جميعاً، وإحنا كيسار كنا نحذر منذ فترة طويلة من نهج صدام حسين وخطورة نظام صدام حسين ضد مغامراته اللي بدأت بمغامرة شن الحرب العراقية الإيرانية، ثم كنا يعني ندرك أيضا خطرة يعني على الوضع في الكويت. فلما صار الغزو يعني طبعا احنا مثلنا مثل جميع المواطنين الكويتيين كان لابد ناخذ موقف ضد هذا الغزو. فاتفقنا على ان لابد نطلع اولا بيان يعلن رفض الغزو ويدعو الناس للصمود ويتمسك في السيادة الوطنية وفي الشرعية الدستورية ويرفع الروح المعنوية. وفعلا قلنا افضل شيء نطلع البيان باسم الحركة الوطنية الكويتية ولتأكيد أنه صادر من حزب اتحاد الشعب نحط الحركة الوطنية الكويتية ونحط التاريخ ونحط ألف شين يعني اتحاد الشعب. بس ما كنت تذكرون اسم اتحاد الشعب؟ قضية وطنية، احنا الآن أمام قضية وطنية كبيرة يعني مو شيء حزبي يعني أنت تتكلم عنه فطلعنا بيان. أول بيان طلعنا في تاريخ 6/8 ووزعنا البيان، ووقتها الناس كانت تتلقف البيانات بصراحة تلقف. أصدرنا في هذه الفترة مجموعة من البيانات، وأقدر أقول يعني إحنا التنظيم السياسي الوحيد في ذلك الحين اللي طلع بيانات يعني وهو موجود كتنظيم الحين تحت الاحتلال. تحت الاحتلال. في نفس الوقت بعض رفاقنا بدأوا يتحركون على المستوى المقاومة المسلحة، يعني أعطي أمثلة ملموسة على ذلك. يعني بالنسبة للأستاذ وليد رجيب كان الحقيقة ربط علاقة مع أحد ضباط الجيش الكويتي أو مجموعة من ضباط الجيش الكويتي. وليد رجيب علي اليوحى لعب دور مهم في التعاون مع أحد ضباط الاستخبارات الجيش الكويتي اللي هو سعود براشد جارهم في العمرية، وكذلك أستاذ إسماعيل فهد إسماعيل الأديب الكبير كان بيته في بيان مركز لنشاط المقاومة وبالذات بالتعاون مع أبناء الشهيد فهد الأحمد. كان أيضا أنا كانت العلاقة مع بعض الناشطين في المقاومة وتحديدا
المجموعة اللي بقيادة أحمد إبداح في مشرف اللي كانت. أنت كان دورك أكثر يتركز على إصدار البيانات. إيه نعم نعم. وضمن المجموعة في شهيدين مشهورين اللي هو الشهيد عبد الله عبد الرزاق العمر والشهيد عادل الرقم اللي اعتقل بالصدفة في الأيام الأولى. كذلك لا شك إن إشكال المقاومة يعني اللي كانت موجودة كانت تحتاج بعد إن إرسال الأخبار إلى الخارج، وكنا إلى حد ما نتواصل مع الرفاق الأردنيين في الحزب الشيوعي الأردني لإيصال أخبارنا للخارج عن طريق كان رفيق أردني موجود توفي الله يرحمه علي الرنتيسي، وقدم مساعدات مهمة جدا لنا في نقل أخبارنا إلى الخارج، أخبار الكويت. والحقيقة أيضا احنا استفدنا كثيرا من أن موقف الحزب الشيوعي الاتحاد السوفيتي حينذاك كان مع القضية الكويتية، واستفدنا من أن أيضا لا شك من أن رفاقنا في الحزب الشيوعي العراقي كان موقفهم واضح جدا ضد الغزو، وهذا يعني عزز من موقف كذلك رفاقنا في الحزب الشيوعي السوري كان موقفهم واضح ضد الغزو. و طيب انا ما ابي اتشعب اكثر، بس هذه يعني انت مثلا الفرق بينك وبين الاخوان المسلمين، الاخوان المسلمين كان التنظيم الدولي والاخوان المسلمين مع نظام صدام ضد القضيه الكويتيه، احرج الاخوان المسلمين. احنا كان لكم دعم لان هي كانت متضامنه معنا، وهذا يعني شيء مهم في تحركنا، نكون واضحين يعني في هذه القضيه نسجلها يعني. طيب فايد، صار التحرير، طبعا في احداث كثيره الوقت لا يسعفنا ان نخوض في جميع هذه الاحداث اللي صارت بعد التحرير، لكن توقف عند محطه مهمه جدا معنا احنا قاعدين نحاورك، اللي هي مرحله تاسيس المنبر الديمقراطي. متى ولماذا وش اللي صار؟ مثل ما قلت لك احنا اثناء الاحتلال كنا انتلاقه الاطراف الوطنيه والديمقراطيه، يعني احنا والتقدمين الديمقراطيين والتجمع الوطني وبعض الشخصيات المستقله الوطنيه واللي موجوده داخل الكويت. وفي نفس الوقت فتره شهرين اللي انا امضيتهم مختفي في بيت رفيقنا عمار العجمي صارت في فرصه ان نبلور موقف وراي وتوجه لما يصير التحرير شلون نعمل. إن احنا توصلنا الى استنتاج، احنا لما نقول من حزب الاتحاد الشعبي، حزب الاتحاد الشعبي، الى استنتاج ان الكويت بعد التحرير احنا نتكلم عن بناء كويت جديده في ظل ظروف جديده، نتكلم عن واقع مختلف تماما، فخلينا نقدم مبادره لتوحيد الحركه الوطنيه وتجمعها والعمل العلني في ظروف جديده مختلفه. وخلال هذه الفتره يعني هيئنا أفكار معينة شلون بيكون هذا التحرك. أول ما صار التحرير يوم 26 فبراير أنا غادرت إلى بيتي يوم 27 فبراير. الوضع كان صعب وخطر، لكن المهم أنا رحت البيت، والمهم بعدين بديت التحرك، رحت حق الأخ عبد الله النباري ولقيت عنده نايف الأزيمة، الأخ نايف الأزيمة، وظلينا نتكلم شنو الخطوات الموجودة، والجو كان مزعج يعني بالنهار عبارة عن ليل بسبب الدخان وما كان في بنزين، يعني غير الأمور صعبة والتلفونات وغيره كله يعني. فاتفقنا إن نباشر بإقامة يعني تجمع لنا جديد، واقترحت إن باسم يعني حزبنا إنه يكون اسمه المنبر الديمقراطي الكويتي. فالمبادرة يعني من عندنا من نعم منكم من حزب نعم الاتحاد الشعبي، والاسم أيضا يا منكم. نعم نعم، وقدمنا اقتراحات بوثائق للبيان السياسي، كنا جدا مناقشة مع أبو ناصر الله يرحمه في ذيك الفترة، وكذلك مثل لائحة تنظيمية، وتمت الدعوة سريعا إلى عقد اجتماع عن التحرير يوم 26 يوم تدري أنت شهر مارس يعني مو كامل، شهر فبراير مو كامل، شهر مارس يوم 2 مارس يعني 2/3 عقدنا الاجتماع التحضيري لقيام المنبر الديمقراطي اللي ضمنا احنا مع التقدمين الديمقراطيين مع جماعة التجمع الوطني جماعة جاسم الكمامي مع بعض الوطنيين المستقلين، عقد في
الروضه في ديوانيه محسن الفرحان اللي هي ديوانيه الدكتور احمد الخطيب. من ابرز الحضور؟ عبد الله النيباري وانا وعلي الزامل وخالد الوسمي. عدد الحضور تقريبا شو ذكر؟ تقريبا فوق قرابه 60. قرابه 60. نعم. وكان موجود عبد اللطيف دعيد، وكان موجود علي الكندري، وكان موجود نايف لزيمع، وكان موجود عمار العجمي ابو ناصر رفيقنا، وكان موجود راشد العجيل. في هذا الاجتماع اللي عقد في ثم اتفقنا انه يكون اجتماع تحضيري، واقرينا بيان سياسي واقرينا لائحه داخليه اللي هي مقدمينها احنا في حزب اتحاد الشام، واقرت كما هي. بس هني بس خلينا نستوضح شنو المتبنيات الفكريه للمنبر الديمقراطي؟ يساري، اشتراكي، ايه؟ قومي، ناصري؟ ايه لا ايه احنا اتفقنا على انه يكون ائتلاف يساري، يعني وطني ديمقراطي تقدمي. ائتلاف وطني ديمقراطي تقدمي. وانتخبنا هيئه اداريه، هيئه تنفيذيه كانت مكونه من عبد الله النيباري ومني، عبد الله يمثل التقدم الديمقراطي ومني يعني اتحاد الشام. واخترنا فيصل مشعان مع انه ما كان حاضر الاجتماع عن التجمع الوطني، انه ما قدرنا نتواصل معه بسهوله، كان في بيت احد اقاربه الجبري في خيطان، وعلي الزامل وخالد الوسمي وغانم النجار اللي كان اسير دكتور غانم. واخترنا يعني عمليا عبد الله النيباري كأمين عام وأنا كأمين عام مساعد. وعقدنا في نفس اليوم مساء مؤتمر صحفي حضرته وسائل الإعلام في بيت الدكتور أحمد الخطيب في شويخ كثيرين، وأعلننا قيام المنبر الديمقراطي وقرينا البيان السياسي. هني هالعملية نقدر نقول أن حزب اتحاد الشعب انتهى؟ لا، لم ينتهي. حزب اتحاد الشعب صار يعمل في إطار التيار إلا المنبر الديمقراطي الكويتي معي. التقدمين الديمقراطيين لاحقا جماعة والتجمع الوطني لاحقا حلوا نفسهم، احنا اتحاد الشعب ما حلنا. كذلك بدينا نحضر لعقد يعني المؤتمر التأسيسي للمنبر الديمقراطي على أساس بعد عودة الأطراف اللي موجودة بالخارج، خاصة زعامات مهمة مثل الدكتور أحمد الخطيب، سامي بنيس الله يرحمه، جاسم القطعامي الله يرحمه إلى آخره. وفعلا التأم بعدين المؤتمر التأسيسي للمنبر الديمقراطي في 5 ديسمبر يعني في منطقة قرطبة في ديوان الأخ أحمد الراشد بوهنس. الحضور شلون كان؟ الحضور لا كبير جدا، فوق 200 وشوية يعني. وفي هذا وتعمدنا في ذاك المؤتمر نوثقه عبر تسجيل فيديو حتى يعني بعد نكون يعني واضحين، تكريس مبدأ العلانية في العمل السياسي. والتوحيد والعلانية نجحنا فيهم، اللي الحقيقة اللي ما نجحنا فيه هو موضوع مأسسة العمل بصورة دقيقة. ظل العمل متعودين يعني على الجانب الانتخابي، على جانب وجود زعامات وحولها أنصان، هذا ما هذا ممكن. لكن أنا أرد على التالي، التوجهات الأولى للمنبر الديمقراطي كانت توجهات مو رأسمالية، لكن شيئا فشيئا بعدين في فترات معينة نعم برزت الاتجاهات الليبرالية، ثم تصححت هذه المسألة في المؤتمر اللي عقد سنة 99، وتم وضع برنامج طريق الكويت نحو نهضة التغيير في المؤتمر اللي صار في سنة 99. وهذا البرنامج كان برنامج يساري وطني ديمقراطي. بس في سنة 91 أو متى صار المنبر مرة ثانية؟ في سنة 91 في 2 مارس. في سنة 91 على الأقل ما تم الإعلان عن تبني الفكر الاشتراكي. يا عزيزي لا، ما هو طبيعة المنبر ليس اشتراكيين، لازم ننتبه. إحنا المنبر يضم ناصريين ويضم تقدميين وضم شيوعيين، فإذا نقول وضم وطنيين ديمقراطيين. فإذا نقول إن المنبر لم تكن له هوية فكرية محددة، صحيح؟ لا لا لم تكن له هوية فكرية. صحيح. إيه إيه. طيب. تم تأسيس المنبر. تم تأسيس المنبر. تم الإعلان عن يعني.
قيامه و... إيه و... فأقول لك حققنا وحدة القوى الوطنية وحققنا علنية العمل الوطني. طيب الآن أبي أستعرض بما تبقى لي من وقت بشكل سريع جدا أبرز المحطات وشنو كان دوركم كمنبر الآن كائتلاف في انتخابات 92 96 و99. أبي أبدأ في البداية في سنة 92، كيف كان التحضير لها من قبلكم؟ منو قررت أنه ينزل؟ كيف كانت الأمور عندكم؟ يعني هو كان اتفاقنا في المنبر الديمقراطي أن أولاً يجب أن نخوض الانتخابات ببرنامج انتخابي، وبالفعل ناقشنا هذا البرنامج في اجتماع عقدناه في ديوانية الأخ خالد الوسمي في رميثية، وتم الاتفاق على أن نطرح برنامج للمرشحين عنوانه نعيدكم. وفي وقت لاحق تم اختيار المرشحين ضمن اجتماع عقد في ديوانية أحمد الراشد، وكان في بعض التنافس في بعض الدوائر، أبرز الدائرة الثامنة كان بيني وبين الدكتور أحمد الربعي. الدكتور أحمد الربعي كان نائب اسمه كان، وكنت أنا طبعا مدير حملة الانتخابية، لكن الآن هني احنا قاعدين نخوضها كسياسيين، أنا أمثل اتحاد الشعب وبمثل الخط السياسي للمنبر الديمقراطي. الدكتور أحمد الربعي وأنا لما في هذا الترتيب كان ترتيبي قبله. لا بس أنتوا هنا نزلتوا مع بعض في نفس الدائرة. نزلنا في إطار المنبر الديمقراطي لاختيار منه اللي ترشح. قصدك انتخابات داخلية صارت. انتخاب يعني اختيار داخلي. اختيار داخلي. فرجع اسمي رجح أولاً. بعدين الإخوة يعني شافوها من زاوية انتخابية إن لا يعني الدكتور أحمد هو أكثر يعني فرص يعني انتخابية. بس وضح لي هل صار تصويت يعني على الأسامي؟ إيه يعني تصويت ولا؟ إعطاء نقاط منه اللي نقاطه أكثر في كل دائرة، عرفت شلون؟ فاللي حصل إن أنا أخذت نقاط أكثر، لكن الحين لما ينا على الحسبة الانتخابية طبعاً اتجاه العام ان الدكتور احمد الربعي هو اللي بيخوض الانتخابات، هو الاكثر يعني امكانيه للفوز. لكن حصل بعد ذلك تونا يعني للحين ما بدت الحمله الانتخابيه، يعني جد كان الدكتور احمد الربعي عمليا اعد حملته الانتخابيه الخاصه، مطبوعاته الخاصه وغيرها، فصار راينا في المنبر الديمقراطي الحين احنا بنخوض انتخابات باسم المنبر الديمقراطي، ببرنامج المنبر الديمقراطي مو ببرنامج خاص وغيره. فاتفقنا ان لا خلاص الدكتور احمد الربعي بينزل كيف، لكن احنا نبي كتنظيم سياسي ننزل. خلينا نتوقف هنا، يعني هذا الحين هذه اول تجربه بعد الغزو، ائتلاف يجمع القوى الوطنيه. نعم. بعد التحرير. انتخابات 92 كانت اول محك. نعم. في اول محك ما نجحتوا في الاتفاق على اسماء مرشحين لأعضاء التيار نفسه. اتفقنا بشكل ديمقراطي واختاروني أنا قبل، زين. ثم اكتشفنا أن من ناحية انتخابية الأفضل يكون أحمد الربعي، فاخترنا أحمد الربعي، المرحوم أحمد الربعي. بس كان أحمد الربعي عنده خبر أنه تم اختياره. إيه طبعًا. فشلون أحمد الربعي يروح إذن هو ويسوي له؟ إيه هو قدر الدكتور أحمد الربعي وقتها إنه يتحرك انتخابيًا بهالطريقة هذه. فلما تحرك انتخابيا احنا قلنا لا ما يصير، احنا نرد حق اللي اتفقنا عليه قبل، احنا لما نخوض انتخابات كتيار سياسي. في ذيك الانتخابات طرحنا برنامج اسمه نعيدكم، وقلت لك انا اللي توليت صياغته الاساسيه، ونزل الاخ عبد الله النباري في الدائره الثانيه، جاسم القطامي في الدائره الثالثه، ابراهيم اليوسف في الدائره الخامسه، انا في الدائره الثامنه، الدكتور احمد الخطيب في الدائره التاسعه، الروضه، وسام نيس الله يرحمه في الدائره العدليه العاشره، الدكتور خالد الوسمي في الدائره 13 رميثيه، مبارك العدواني في الدائره 16 العمريه، ضمن هذا البرنامج، برنامج موحد. طبعا في ذيك الانتخابات اللي فاز فقط من المنبر الديمقراطي هما الأخ عبد الله النباري والدكتور أحمد الخطيب، البقية ما حد منهم فاز. الدكتور أحمد الربعي اللي نزل منفردا جد استقال هو من المنبر بعدها، طبعا فاز. متى فاز؟
دكتور أحمد الربعي. الربعي أيضا فاز. نعم. استقال من المنبر. جد استقال من المنبر عقب الترتيب الانتخابي اللي يعني صار. استقال. في وقتها استقال الدكتور أحمد. نعم. خرج من المنبر. نعم. استقالة الدكتور أحمد الربعي ما تسببت بهزة داخل المنبر؟ والله يعني طبعا هو أحمد الربعي قام مهمة انتخابية وبرلمانية وسياسية ولا تاريخ الوطني، ولكن احنا نتكلم عن تنظيم سياسي. هو كان شخص مستقل في هذه الفترة، هو كان مع المنبر ثم مع المنبر مستقل. ايه بس لا قبل هو دخل المنبر مستقلا، مع ان قلنا المنبر مكون من تنظيمات وافراد، هو دخل مستقلا. زين طبعا اكيد يعني لهزة، وفي نفس الوقت لما نجح احمد الربعي يعني احنا اعتبرنا نجاحه ايضا امر ايجابي. انت نزلت طبعا التخضر. نزلت باسم المنبر الديمقراطي في نفس الدائره اللي فيها احمد الربعي. طبعا. كيف كانت اجواء المنافسه؟ انت انا جاي امثل خط سياسي عزيزي. شوف احنا مفهومنا اليساريين للانتخابات يجب ان يكون مفهوما لديكم، نحن لا ناخذ الانتخابات من اجل النجاح والسقوط، مو هدفنا الاول هذا. احنا هدفنا الاول تعبئه الشارع، توعيه الشارع، رفع مستواه، وحتى الوصول للبرلمان. احنا ما نحط احنا كيساريين هدفنا في الوصول للبرلمان والله علشان امكانيه الاصلاح هنا ولا هناك، لا، احنا ندرك قواعد اللعبه. احنا البرلمان بالنسبه لنا منبر لتعبئه الناس ولكشف سياسات السلطه وقراراتها وتوجهاتها، هذا هو مفهومنا. احنا مفهومنا مختلف عزيزي. الحين انا ما بيدخل، لذلك يجب الا تقيسنا بالمقاييس الانتخابيه. الحين بغض النظر عن هذا الكلام اللي تفضلت فيه كله، نزولك في نفس الدائرة. نعم. ما كان علشان احنا برنامج انا ما بس نزل. انت نازل الحين مو نازل باسم حزب اتحاد الشعب، انت نازل باسم المنبر الديمقراطي اللي انت حطيت نقاط الأساسية ومتبني افكاره. أيوة. الان وداش في اسم المنبر مو حزب اتحاد الشعب. لا ولا انت اليسار. حزب اتحاد الشعب واليسار موجودين قسم رئيسي مكون من مكونات المنبر. جيد، لكن انت نازل باسم المنبر مو نازل باسم اتحاد الشعب. نعم، ولكن مرة ثانية أنا نازل باسم المنبر ولكن أمثل الخط اليساري، بتخلى عن قناعاتي عن توجهي. لا ما يعني يعني بتقول لي صار اتفاق عندكم داخل المنبر إن إحنا بننزل 6-7-8 مرشحين، بس مجموعة اليسار اللي بينزلون انتخابات ترى هذا اللي ما راح يفوزون، بس بننزلهم لأنهم عندهم وجهة نظر. لا ما ناقش شري هذا، يعني هذا تبسيط للأمر. إيه؟ لا هذا تبسيط. إحنا بالنسبة لنا حملة انتخابية كاملة موجودة كانت ومدعومة. هذا أنت بتقيسها بمقاييسك، أنت بمقاييس البرلمانيين. إحنا ناس مناضلين، فكرتنا تختلف عن فكرتكم. فكرتكم فكرة إصلاحية، فكرة انتخابية، فكرتنا فكرة سياسية نضالية. طيب أنا هني فكرتي لا هذا معذر. فكرتي توثيقية إعلامية وليست بسياسية ولا برلمانية، لكن أنا أتكلم الحين مرة ثانية من زاويتكم، زاوية نزول وخوض. نعم. المنبر الديمقراطي هكذا. إحنا نزلت لأمثل سياسة المنبر الديمقراطي وسياسة حزب اتحاد الشعب. We'll be right back.
انتوا خضتوا الانتخابات ونزلتوا في الدائره في مجموعه من الدوائر من ضمنهم الدائره الثامنه اللي انت تنافست فيها مع احمد الربعي، وذكرت انت في سياق الكلام ان الهدف ما كان الهدف هو النجاح في البرلمان، هو الهدف الاساسي هو التعبير عن متبنياتكم الفكريه وما حالفك والسياسيه ماكو حظ، اكو ونشاط سياسي وما نجحت في الانتخابات. اروح الى سنه 96، ايضا خاض المنبر ائتلاف المنبر الانتخابات. شو اللي فرق 96 عن 92؟ في 96 المنبر خاض الانتخابات، جد الدكتور احمد الخطيب تقاعد عن العمل البرلماني. في 96 فاز سامي منيس الله يرحمه اللي ما كان نجح في انتخابات 92. في 96 الدكتور خالد الوسمي بعد ما نجح وخاض الانتخابات في الدائرة الثامنة. أيضا أنا خذتها هني مو تحت راية المنبر الديمقراطي، خذتها ضمن أفكاري اليسارية. لا أوضح لي، أنا خذت الانتخابات ضمن أفكاري اليسارية. أنت أحد مؤسسين المنبر، وأنت في هذه الفترة أنت اللي قدمت الخط العام للمنبر الديمقراطي. الحين نتكلم 96، أنا خطت الانتخابات منفردا لأعبر عن الاتجاه اليساري. هل أنا ما تم اختيارك يعني من قبل؟ لا ما ناقشنا جد، احنا عمليا أنا لا، تناقشتوا في 92؟ اي في 92 واخترتوا. احنا صرنا 96 بوضع مختلف. ليش؟ شو اللي اختلف؟ قلت لك اللي اختلف أشياء وايد. اللي هم شنو؟ مرة ثانية ما قلناهم. 96 ما قلنا 96 على الانتخابات. مش قاعد تقول لي، قلت لك تقاعد الدكتور احمد الخطيب فاز، لكن ما نزلنا، احنا ما وصلنا حق الفوز حق سامي منيس. احنا الحين في انتخابات 96 نبي ننزل انتخابات. اي ما نزلنا برنامج. انا اخذت الانتخابات منفردا لعبر عن رايه اليسار. ليش؟ معبر عن رايه اليسار. احنا كيساريين مو من حقنا نشرح برنامجنا واهدافنا للناس؟ حقنا ولا لا؟ ولا احد يصادرك حقك. اي انا سؤالي بسيط، في 92 المنبر الديمقراطي نزل الانتخابات تحت المظلة، وانتو كنتوا جزء من هذه المظلة. صحيح. شنو اللي اختلف في 96 في الانتخابات ما نزلتوا تحت المظلة؟ انت نعم. قررت تنزل بوحدك. سؤال جدا بسيط. في هذه الفترة جد قادرت منصب الامين العام المساعد للمنبر الديمقراطي، كنت عضو عادي في المنبر الديمقراطي، وخفت الانتخابات منفردا معبرا عن الاتجاه اليساري. واضح. بس ما استقلت من المنبر. لا ما استقلت من المنبر، بس مجرد انت. اي طبعا، هذا حقي كمواطن، ما عندي حق دستوري ان اخذ الانتخابات. بس احنا في تيار سياسي يا عزيزي. التيار السياسي هذا مو ائتلاف، مو حزب حديدي منظم، هذا ائتلاف، هذا ائتلاف، واحنا احد اطراف الائتلاف. ادري، بس انت لما تنزل بروحك هذا ما يضعف وضع الائتلاف؟ هذا بالنسبة لنا احنا المفهوم، احنا الأولوية لنشر السياسة ولنشر الأهداف ورفع مستوى الوعي اكثر من الأولية الانتخابية. احنا بالنسبة لنا انا مو قاعد اتكلم أولوية انتخابية ابو فهد، انا قاعد اتكلم أولوية تنظيمية تيارية. لا لهذه المظلة اللي سبها المنبر، التجربة الجديدة اللي صارت بعد الغزو. ائتلاف ليس حزب واحد. جيد، لكن في النهاية هو مظلة يضم كل هذه القوة ونزلوا الانتخابات كلهم مع بعض. ما عليه ائتلاف احنا موجودين، ما يصير بعد. ما انتم كنتوا موجودين في 92. نعم، واحنا موجودين ونزلتوا تحت مظلة المنبر. اي، وفي هذا الظرف نزلنا كذي. انا كنت ذاك الحين يعني ما كان ممكن وانا كأمين عام مساعد انزل مو تحت مظلة المنبر. في 96 انا مو أمين عام مساعد، انا عضو في المنبر، استخدمت حقي كمواطن في خوض الانتخابات. شو اللي يمنع؟ وما صار اي والله عاد في ناس تقبلت ذلك، في ناس ما تقبلت ذلك. هذا انا ما يعنيني، انا يعنيني اني ليش نزلت الانتخابات. هذا الهدف. في 99 جد انعقد مؤتمر. لحظة الحين بس. نعم. في 96 هني 96 أيضا ما حالفكم الحظ وكثير من العناصر. يعني أنا أي أنا ماكو حظ ولا ما حظ، أكو ما فزت في الانتخابات. طبعا ما قدرت أقنع الشارع ببرنامجي. ما فزت في الانتخابات، كيف هذا أثر على مسار المنبر بشكل عام؟ لازلنا إحنا في سنة 96. المنبر موجود. موجود بس اعضاء المنتمين لا مو قاعد يلتزمون. لا فاز منا اثنين اللي هم الاخ عبد الله النباري والاخ سامي منيس في 96. 99 نزول اربع اسماء
قريبة من بعض في دائرة واحدة انتخابية في سنة 96. هذا مو دليل على حجم الخلاف اللي كان موجود في التيار؟ بلا في خلاف، بلا في. يعني أحمد لدين، عبدالله الطويل، خالد الوسمي، أحمد الربع. لحظة، عبدالله الطويل مع احترامي له كان قريب من جماعة التجمع الوطني اللي لاحقا تبلوروا في 97. خالد لا، التجمع الوطني ايضا كان من ضمن تحت، لا غير التجمع الوطني الديمقراطي اللي بس احمد بشاره. هو ما كان مع مجموعه جاسم قطامي عبد الله الطويل؟ بلى بلى، بس بعدين تبلوروا في خط اخر، فهو اقرب الى جاسم القطامي اللي هو كان من ضمن تحت المنبر. اي بس اللي هو احنا قاعد نتكلم لا زلنا بس في تحت لم يكن عضوا في المنبر، لم يكن عضوا في المنبر. والاخ خالد الرسمي هو اللي نزل باسم المنبر الديمقراطي، منبر الديمقراطي في الدائرة الثامنة نزل خالد الوسمي معي في عام 99. طيب، فأنت هني قاعد تقول لي أن الوضع أيضا كان طبيعي في 96 أن ينزلون أربعة من طبعاً. هذا مو حزب حديدي، هذا ائتلاف يا عزيزي، ائتلاف شيء طبيعي، ناس تتفق وناس تختلف. إني على احنا نروح على 99 لأن أنت واضح ما تبي تفصل في هذا الموضوع. خلينا ننتقل إلى سنة 99. شو اللي اختلف في 99 عن 96 عن 92؟ إيه، في 99 إحنا مع مجموعة من إحنا منو؟ اتحاد الشعب. طيب، رفاقنا اليسار مع مجموعة من اليساريين اللي في التقدمين الديمقراطيين اشتغلنا من أجل يعني العودة إلى مواقع قيادية داخل المنبر الديمقراطي ببرنامج جديد. فصغنا البرنامج أنا والدكتور بدر الديحاني اسمه طريق الكويت نحو النهضة والتغيير، وأقر في المؤتمر الاستثنائي اللي انعقد في 12 مارس سنة 99. هذا احنا وصلنا حق الانتخابات ولا ما وصلنا؟ قبل احنا في الفترة هذه انجزنا البرنامج، نحل مجلس الأمة حل دستوري، أول مجلس ينحل حل دستوري مجلس 96 96 في 99 في هالأيام. فإحنا عملياً بس أنتوا الحين عقدتوا المؤتمر هذا؟ الحين عقدنا المؤتمر وقررنا برنامج، وصرت أنا الأمين العام للمنبر وصار الأخ سامي منيس هو الرئيس المنبر، عبدالله نيباري نائب الرئيس، وأنا الأمين العام. في هذه الفترة صارت انتخابات سريعة، يعني انتخابات تحت ضغط الحل الدستوري. احنا قبل ما اروح حق الانتخابات والحل اللي صار، هل صار في مراجعة داخلية بأن التجربة اللي مرينا فيها في 96 ونزول أسماء مش تحت مظلة المنبر، كيف الآن احنا نتفادى السلبيات هذه ونتفق؟ صارت مناقشات، لكن الأولوية كانت شلون نعيد تحريك المنبر كحركة سياسية. احنا أولويتنا في المنبر مو كونه تجمع انتخابي، أولويتنا انه حركة سياسية. حركة سياسية، اي. وليس هل تغير شيء بالفكر اللي يتبناه المنبر في 99؟ نعم، برنامج 99 برنامج تقدمي، برنامج 99 طريق الكويت نحو النهضة والتغيير اللي صغناه انا والدكتور بدر الديحاني وتبناه المنبر في مؤتمر اللي عقد في الاستثنائي اللي عقد في 12 مارس 99 كان برنامجا تقدميا ولا يزال يتبنى المنبر الديمقراطي ولم يتغير. اللي حصل انه في هذا صارت الانتخابات، خاضها الاخ عبد الله النباري والاخ سام نيس فازوا، وفيصل الشايع ايضا كان عضو المنبر الديمقراطي و هو خاضها في الروضة محل الدكتور أحمد الخطيب وفاز. أنت نزلت في الانتخابات؟ لا لا لا، ما شنو سبب عدم نزول؟ ما خلاص قررت أنك لا 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 تنزل. كنا نركز على موضوع العمل داخل المنبر الديمقراطي في هذه الفترة. فصار أكو توافق الحين؟ ما أكو توافق، أكو عمل سياسي ونضالي مستمر. لا، هل صار في هل انطرح اسمك في البداية وما صار عليه التصويت؟ ولا أساساً أنت حتى على المستوى الداخلي ما ناقشنا، خصوصاً هذه الانتخابات كانت انتخابات مفاجئة. أنت بتتكلم عن انتخابات بعد حل دستوري، ما أنت شلون؟ ماكو يعني ترتيب لها مسبق. شهرين عندنا بس. إيه طبعاً، ما في الوقت ما يسمح بذلك. ونزلوا الانتخابات الجماعة. الحقيقة إحنا هني في هذه الفترة في مجلس 99 يعني قعدنا ننشط في إطار المنبر الديمقراطي ضمن هذا البرنامج التقدمي، ومش هالمنبر تمام إلى أن توفي الله يرحمه سامي نيس. لما توفي سامي نيس في صيف 2000
وهذه كانت خسارة كبيرة للمنبر ورئيس المنبر وكذا. صار تغيير. التغيير صار قبل ما أروح أقل التغيير في جزئية 99. ايه؟ المفارقة أن في 99 المنبر الديمقراطي دعم أحمد السعدون وما دعم أحمد الربعي وأعلن دعمه لأحمد السعدون. هذا ما تعتبر مفارقة؟ لا مو مفارقة. أحمد السعدون في النهاية لا ينتمي إلى المنبر، أحمد الربعي كان ينتمي إلى المنبر، أحمد الربعي أقرب لنا من أحمد السعدون، المنطق يقول إنه فرض إن إحنا ندعم أحمد الربعي. يعني قرار ذلك الحين كان في هجمة شديدة على أحمد السعدون، وكنا نشوف يعني أهمية دعم أحمد السعدون. طيب نرجع مرة ثانية حق الجزئية اللي ذكرتها اللي هي بعد وفاة المرحوم سامي منيس. سامي منيس وفاة. شو اللي ترتب عليها داخل المنبر؟ داخل المنبر. تغير منصب الرئيس، أنا كنت الأمين العام ما تغير المنصب، فصار الرئيس بدل المرحوم سامي منيس عبد الله النباري بحكم أنه كان نائب الرئيس. نائب الرئيس، وصار نائب الرئيس رفيقنا اللي هو عبد الله البكر وهو أحد اليساريين، وأنا الأمين العام، وكان المسؤول التنظيمي رفيقنا كان في حزب الاتحاد الشعب أحد القادة بيه المشهورين صالح الدرباس، وكان موجود بالهيئة التنفيذية بعد عناصر يسارية أخرى بينها رفيقنا نافع الحصبان، المهم وآخرين. فاستمرنا موجودين بعد وفاة سامي منيس، برزت القضيتين هنا. من جهة إنه بتصير في انتخابات تكميلية في الدائرة، فصار بحث منهم مرشح مكان كرسي سامي منيس، فاتفقنا إنه ينزل في بعد مداولات كثيرة الأخ يوسف الشاجي. اتفقتوا كمنبر رسمي؟ كمنبر نعم رسمي، ايه، وصرنا ندعمه ونشتغل من اجله. في هالفترة برزت قضية على المستوى الكويتي النيابي والسياسي والاجتماعي، قضية تفجرت اللي هي استجواب الدكتور عادل الصبيح. استجواب الدكتور عادل الصبيح ادى الى شيء من الانقسام في المجتمع الكويتي على اساس الحقيقة مناطقي، نكون صريحين. احنا مناطقي بمعنى يعني ابناء المناطق الداخليه ونواب المناطق الداخليه ميالين يأيدونا بغض النظر عن انه كونه من الاخوان المسلمين حركه السلام، وابناء المناطق الخارجيه كانوا ميالين الى دعم استجوابه. احنا لان الاستجواب قدم من تكتل شعبي. ايه احنا اليسار لا كنا نأيد استجوابه، احنا اليسار كنا نأيد الاستجواب، وكنا نعتبره اولا وزير بالحكومه، زين، ولا يمكن احنا نأيد وزير بالحكومه. واثنين كنا نشوف أيضا لما تقولي إحنا كيسار معناته أن المنبر كان يؤيد؟ لا المنبر منقسم، كان ضد. لا منقسم 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 جاي. وفي نفس الوقت إحنا كيسار أيضا كنا نشوف أخوان مسلمين ووزير وخمس مش حق نوقف معه، زين. كنا ضد الاعتبار اللي كانوا يشوفون النواب، النواب مثل الأخ عبد الله النباري والأخ فيصل الشايع، لا كانوا يشوفون ان يعني الاعتبارات السياسيه ضد الاستجواب ماله. احنا وهذا اثر على تماسك المنبر؟ لا، ايه صار اجتماع، صار اجتماع وناقشنا الموضوع، موضوع استجواب الاستجواب شنو الموقف منه. فصار الموقف كالتالي، 6 من يعني المجلس الهيئه التنفيذيه من 15، توفي سامي منيس الله يرحمه، فبقى 14، 6 ايدوا طرح الثقة في عادل الصبيح. طبعا شد الاستجواب لحين ما صار جد صار فجدان لا اسف بيصير يعني صار وبيصير يعني الحين في الفترة هذه النقاش. 6 ايدوا سحب الثقة وطرح الثقة، كنت انا من بينهم، عبد الله البكر وصالح الدرباس ونافع الحصبان واخرين الجناح اليساري صح التعبير. ايه، و6 كانوا مع منح الثقه لعادل الصبيح اللي هما عبد الله النيباري وفيصل الشايع. لا فيصل ما كان عضو بالهيئه التنفيذيه. عبد الله النيباري واخرين بقى اثنين واثنين خذوا موقف الامتناع عن التصويت، امتنعوا عن التصويت. فاتفقنا انه تمام يطلع بيان للراي العام يقول داخل المنبر الديمقراطي اكو اراء مختلفه، راي يقول كذي وراي يقول كذي وراي يقول كذي، زين. طيب
ونترك للنواب حق التصرف في الأمر وفق ما يرونه ضمن الحسابات البرلمانية ونشاطهم مع النواب اللي نسقهم معهم ذاك الحين. هذا كان رأينا، بس نعلن الرأي العام شنو موقفنا. كان يفترض يطلع البيان، احنا الحين في رمضان، فعادة أنا اللي أصيغ البيانات. الأخ عبد الله النباري كان قال له أنا اللي بطلع البيان، طبعا رئيس المنبر أنا الأمين العام، صار أوكي تمام طلع البيان. الأخ عبد الله النباري يعني ما طلع البيان مبكر، وطلعت تصريحات صحفية تقول عمليا أن المنبر قرر دعم الصبيح. هنا حق الأخ عبد الله قلنا لا مو صحيح، احنا ما اتفقنا على كذي. الحين احنا بعد آية بطني آية ظهري، إذا سوينا شيء اكو انتخابات تكميلية ورفيجنا نازل اللي هو الشايجي ما نبي نهزه، فاتفقنا على ان احنا بنستقيل من قيادة المنبر. انتو الستة مو ستة، اتفقنا اربعة في البداية، بنستقيل من قيادة المنبر ولكن بعد انتهاء الانتخابات. بعد انتهاء الانتخابات التكميلية. قمنا بدورنا وأيدنا مرشحنا وكل شيء، خلصت الانتخابات التكميلية. بعد ما اجتمعنا في مقرنا اللي كان في بداية شارع تونس المنبر الديمقراطي، واتخذنا قرار أنا والأخ عبد البكر اللي هنا بالرئيس، أنا الأمين العام، ونافع الحصبان عضو الهيئة التنفيذية، وصالح درباس الله يرحمه اللي هو كان المسؤول التنظيمي للمنبر الديمقراطي، إن نستقيل من الهيئة التنفيذية. قدمنا استقالتنا من المنبر؟ لا، من الهيئة التنفيذية، وظلت عضويتك في المنبر مستمرة، وأنشأنا بعده شيء اسمه التيار الشعبي داخل المنبر الديمقراطي. والمنبر الديمقراطي يسمح بوجود تيارات داخله، ما كان ممنوع وجود تيارات داخل. بس باختصار أنا المشكلة أن الوقت داهمني لما تقولي التيار الشعبي داخل المنبر الديمقراطي، ما أنتوا أساسا تميلوا أنتوا من التيار اليساري أو حزب اتحاد الشعب، احنا فليش أكو بعد تيار؟ لا لا لا، احنا جمعنا قوة باسم التيار الشعبي، عرف شلون؟ يعني احنا من اتحاد الشعب مع اللي يأيدون، مع اللي كان عندهم موقف ايضا يؤيد موقفنا. ايه التيار، وكنا ضد الخصخصة، ضد الاستعانة بشركات النفط الأجنبية، يعني كان مواقفنا معلنة، طلعنا بيانات نشرتها الصحافة باسم التيار الشعبي في المنبر. فظل هذا التباين بينكم وبين صح التعبير القيادة اللي كانت موجودة والأمان العامة للمنبر. إلى متى الطلاق متى صار؟ استمرينا لكن ما دخلنا، نحضر المؤتمرات، نقدم مذكرات، نحتاج على السياسات، نطالب أن لا يبقى المنبر تجمع انتخابي، نركز على ضرورة تبني المنبر توجهات تقدم يلتزم برنامجه. استمر هذا الوضع حتى 2010. في 2010 اتخذنا احنا قرار نهائي بمغادرة المنبر الديمقراطي بشكل كامل. كامل، وغادرنا بدون ضجة، وجرينا دراسة تحليلية نقدية للمرحلة السابقة، وبدينا نفكر شلون نعمل كحركة تقدمية كويتية، وشلون نحط برنامج جديد، وشلون نتحرك بصورة جديدة في الوضع العام. واستمرت المداولات فترة من الوقت إلى أن اتفقنا على صيغة إطار عام نشتغل فيه اللي هو التيار التقدمي الكويتي، واللي تم الإعلان عنه في 7 فبراير سنة 2011. والتيار التقدمي الكويتي هو امتداد لليسار الكويتي بمدارس المختلفة من العصبة الديمقراطية في الخمسينات، مروراً بالحركة الثورية الشعبية واليسار الجديد في الستينات وبداية السبعينات، إلى حزب اتحاد الشعب وتجربته الممتدة من عام 1975. وحزب التيار التقدمي هو ليس حزباً، يعني داخله شيوعيين وداخله يساريين وداخله تقدميين من تلاوين مختلفة. إحنا نعتقد أن الأحزاب السياسية يجب أن تكون لها هوية غير الهوية الفكرية، بعد هوية طبقية. حزب سياسي لازم يعبر عن مصالح قوى اجتماعية معينة، مو كل مصالح المجتمع، فإحنا نعبر عن مصالح الطبقة العاملة والفئات الشعبية وصغار الموظفين والمتقاعدين والبدون والمهمشين. إحنا نركز على هذا الجانب، نولي قضية العدالة الاجتماعية أولوية أكثر من يعني الأطراف الأخرى. عدالة اجتماعية
في إطار العداء للنظام الرأسمالي إلى جانب القضية الوطنية والقضية الديمقراطية. أنا كان ودي أقولي للتيار التقدمي وقت أكثر، لكن إحنا شارفنا على انتهاء هذه السلسلة معك أبو فهد. ابتدأنا من الخمسينات من العصبة الديمقراطية، حاولنا أن نوثق مش كل المحطات في تاريخ اليسار في الكويت، لكن خلينا نقول أهم المحطات في تاريخ اليسار في الكويت، وانتهينا سنة 2011 بإعلان قيامكم بالتيار التقدمي الكويتي. كل شكر لك أبو فهد على سعة صدرك تحملتنا خلال هذه الحلقات، وحاولنا قدر المستطاع أن نستخرج من صندوقك الأسود ما نستطيع، نجحنا في بعض الأمور وأخفقنا يمكن في بعض الأمور، لكن إن شاء الله نكون ساهمنا قدر المستطاع في توثيق تاريخ اليسار في الكويت. كل شكر لك. شكر لك. حياك. شكر موصول لكم مشاهدين الكرام، موعدنا يتجدد في الأسبوع القادم مع ضيف جديد وسلسلة جديدة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وفريق العمل، وفي أمان الله.